أنا بسم الله الرحمن الرحيم لاحظت لعب الفريق الكوري، لاحظت الدخول إلى خط الهدف، يخترقون أما خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، ولعب الكرة باتجاه علامة ضربة الجزاء أو في فم المرمى يسموها، ويتعاملون معاها بشكل جيد. هذا الأسلوب بالهجوم الضاغط، لأن هم يطبقون هذا المبدأ من يتكتلون في ساحة المنافس ويدورون الكرة يمين ويسار، وأنا سميته بالطوق التكتيكي، يستخدم الكرات القاطعة أكثر من الكرات اللي نسميها الكروس العالية بالهواء. فكان في كل مباراة، يعني أنا راصد جيد، أرصد تطبيق ممتاز لهذا النوع من أنواع الكرات القاطعة، واللي أعني به أنه الكرة التي تلعب من خط الهدف بعد الاختراق طبعا خارج الستياردات أو منطقة الهدف، وفي منطقة الجزاء للاعبين آخرين من الفريق المهاجم، فيكون الدفاع عنها صعب الحقيقة. ورغم أنه الفريق الكوري لم يلعب المباراة النهائية، وكان متوقع له أن يلعب المباراة النهائية، لكن الحقيقة هناك، لأن أنا سئلت من شخص قال الفريق الكوري يستحق البطولة، قلت له لا، الفريق القطري أخذ البطولة بتدرج، يعني بتدرج، أنه مباراة بعد مباراة كان يتحسن، ومباراة بعد مباراة كان يداري أخطائه، ووصل إلى المباراة النهائية ولعبها. والحقيقة يعني بغض النظر عن ما يوجه للمباراة النهائية من نقد من ناحية الحكام، أنا أقول المباراة كانت نظيفة برأيي، طبعا رأيكم أحسن من عندي، نظيفة واستحق الفريق الأقطري. لو فريق ما يستحق نقول ما يستحق، فبينما الفريق الآخر اللي يعني إلى احترام وتقدير الفريق الأردني، يعني تقريبا بقى على نفس الأسلوب اللي يعني ما توفق به مو أكثر، لكنه حقق نتيجة إيجابية علينا إحنا المهتمين في كرة القدم. أنا نهني الفريق الأردني ونهني الاتحاد الأردني ونهني المدرب ونهني الكادر الفني من يعني مواطنين وغير مواطنين، ونقول إن شاء الله هاي فاتحة خير للكرة الأردنية اللي تحتاج إلى دعم أكثر من قبل الحكومة. فهذه التمارين يا أخواني بدون منافس طورها عند اللاعبين، هو يطورها ويشتغل عليها، لأن هذا أسلوب يصعب الدفاع عنه، يصعب الدفاع عنه. وبعدين أنا راح أتكلم عن السؤال الذي سئلت عنه، فلاعب المدرب يلعب إلى الظهير اليمين، الظهير اليمين يلعب كرة اختراق للاعب المهاجم بنفس الوقت، يعني بنفس الوقت اللي يلعب كرة الاختراق رقم 2 إلى 9 يتقاطعون 6 و7، التسعة يلعبها إلى 6 اللي أصبح في مركز جناح، بينما 7 يدخل مع باتجاه 9، لأن 9 راح ينتقل إلى العمود البعيد، بينما شوف 7 عنده يسموه تغيير في الركن من اتجاه منطقة الجزاء إلى اتجاه خط الهدف حتى يستلم من اللاعب 6 هذا المكان، فتكون الكرة عند 6 في هذا المكان وعند 7 في هذا المكان، ويكون اللاعب 9 متحرر للدخول إلى منطقة الجزاء لاحق عند العمود البعيد والتعامل مع الكرة، وإمكاننا أن نجعل اللاعب 10 كذلك يتدخل، 8 يتدخل، وهو ما يحدث فعلا في اللعب. هذا التدريب الكرات القاطعة اللي تكلمت عنه كثير يجب أن تكون إلى تطبيقات في التدريب. أما لماذا لم يربح الفريق الكوري البطولة؟ الفريق الكوري البطولة لم يربحها لأنه بالغ
مبالغة لا مثيل لها في لعب الحيازة كثير على حساب لعب الاختراق. هذه المشكلة الوحيدة التي واجهت الفريق الكوري، مبالغة بشكل غير معقول، كأنما يستعرض الاستحواذ على الكرة سواء في ساحته أو في ساحة المنافس، والاستحواذ على الكرة ليس بأخطر من ما يعرف مما يعرف بالاختراق. الاختراق هو من يؤتي ثمار الفوز، الاختراق حتى لو كان اللعب مبني على أساس ما يعرف بحيازة الكرة، فلا بد من القول بأن حيازة الكرة، وليس القرى، وأنا بالي القرى، أحب القرى وأكره المدينة اللي مصنوعة من السمنت، أحب القرى والطبيعة والزين وحرية عند الحيوانات تتمشى بالقرية وبالزرع وعتها ألفة ويا الإنسان، عكس المدن الإسمنتية المليئة بالعصابات والرشاشين والفاسدين. فيكون هناك عندنا تذكير بأنه يمكن أن نستنتج من كأس العالم، كأس آسيا ومن كأس العالم دروس نأخذها للساحة، نحسنها عند فرقنا، نطورها ونعالج بها مشاكلنا إن لم تكن موجودة عند فرقنا. السؤال هو سألني عن الفريق الكوري، قلت له الفريق الكوري بالغ كثيرا كثيرا فيما يعرف بأسلوب حيازة الكرة في ساحته وفي ساحة المنافس. أسأل الله أن تتقبلون هذا الرأي، لأننا حر في رأيي وأراكم بالتأكيد تكون أحسن. شكرا جزيلا.